كتاب صلاة يسوع لنيافة الحبر الجليل الأنبا سرافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها. صلاة يسوع. صلاة يسوع هي السلم الذي نرتقي عليه إلى قامات روحية عالية جدا بسهولة وتدرج دون النشاط. هي باختصار عودة لحياة آدم في جنة عدن قبل السقوط، حينما كان آدم وحواء يعيشان في حضرة الله باستمرار، وكان الله هو كل ما يشغلهما. كان حديثهما مع الله واستمتاعهما بالله وكل طاقات حبهما متجهة نحو الله والله وحده. نحن بهذه الصلاة القصيرة المكررة نحاول أن نسترجع هذا الوضع المقدس الذي فقده أبوانا الأولان عندما سقط وطرد من حضرة الله. نحن بهذه الصلاة نحاول أن نتطهر من آثار الخطية المدمرة ونقترب إلى الله بالفكر والقلب والحواس لكي ما نحيا في حضرته المقدسة باستمرار. نحن بهذه الصلاة نتدرب على الوجود الدائم في حضرة الله، أي نقترب إلى حياة الملائكة الذين لا يكفون عن التسبيح والعبادة والتمتع بالوجود مع الله. وهذا هو النعيم الأبدي، أن نوجد في حضرة الله إلى الأبد، نستمتع بجماله وبصفاته وبالتأمل فيه. إن محور الموضوع كله آية وردت في الكتاب المقدس: صلوا بلا انقطاع. وكذلك ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. وأما أنا فصلى. إذن هي التدرب على الصلاة الدائمة، ما يسميه الآباء القديسون علم العلوم وفن الفنون. وكأي علم أو فن لابد أن نتعلم هذه الصلاة ونتدرب عليها بصبر حتى نتقنها وتصير مستمرة من ذاتها. صلاة يسوع هي أن نكرر باستمرار صلاة قصيرة تحتوي على اسم ربي يسوع المسيح ابن الله. ولعل أشهر صلاة هي صلاة العشار: ارحمني أنا الخاطئ. فتصير الصيغة المتكررة هي: يا ربي يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطئ. هذه الصلاة نكررها باستمرار في كل وقت وفي كل مكان وتحت كل الظروف. نكررها باللسان وفي الفكر ومن أعماق القلب. وكلمة ارحمني كلمة واسعة جدا، تشمل كل الاحتياجات البشرية وكل المشاعر الإنسانية. تعلمنا الكنيسة الملهمة بالروح القدس أن نصرخ بعد كل طلبة في القداس: يا رب ارحم، كيريه ليسون. وفي كل مرة نقصد معنا غير الآخر. لقد حرص القديسون على ممارسة هذه الصلاة وعلموها لأولادهم وشهدوا لقوتها وبركاتها. ولسهولتها صارت صلاة يسوع شائعة جدا عند الجميع وفي كل أنحاء العالم. وآباء اعتراف كثيرون
يدربون أبناءهم عليها، حتى صارت جزءا هاما من القانون الروحي. نجد نموذجا رائعا للتدرب على هذه الصلاة في كتاب سائح روسي على دروب الرب. هذا السائح الذي ظل يتنقل منفردا في أنحاء روسيا الواسعة ليس له ما يسنده إلا هذه الصلاة الرائعة، لقد اكتفى بها تماما وكانت عونا له في جميع ظروف حياته. وكم من مرات أنقذته من مخاطر جسيمة، لقد شبع بها واستغنى بها عن كل ما عداها، وصارت له الرفيق والسند والمرشد الأمين. قصة رائعة وخبرات حقيقية، وكم من الشباب تتلمذوا على هذا الكتاب الجميل. وكتاب آخر هو كتاب الفيلوكاليا، أي محبة الحكمة، الذي يعتبر موسوعة اختبارية لأقوال الآباء في موضوعات روحية كثيرة، وبالأخص عن صلاة القلب أو صلاة يسوع. ولقد جمعت الأقوال الخاصة بصلاة القلب من هذه الموسوعة الكبيرة في كتاب منفصل تحت اسم من الفيلوكاليا عن صلاة القلب، وهو مترجم إلى اللغة العربية ومتوفر في المكتبات المسيحية. في كل الكتب الأبائية وبالأخص الكتب الرهبانية لابد وأن نجد فقرات عن الصلاة الدائمة أو صلاة القلب أو صلاة يسوع. وهذه الصلاة قديمة جدا، مارسها القديس الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان في العالم كله، وعلمها لأولاده الذين سلموها بدورهم لكل أجيال الرهبان. هذه الصلاة كان يحبها جدا القديس مكاريوس الكبير أبو رهبان وادي النطرون، وعلمها لأولاده، كما أحبها القديس باخوميوس أب الشركة، ونصح أولاده بممارستها باستمرار. وحتى اليوم تعتبر صلاة يسوع العمود الفقري للحياة الروحية. هي صلاة سهلة وقصيرة، نستطيع أن نكررها في الفكر أو باللسان في كل وقت ومكان، ونستطيع أن نتدرب على تلاوتها تحت إرشاد الأب الروحي، إما بتحديد عدد من المرات يزداد على فترات متتالية حتى يتعود المرء على تلاوتها، أو بتحديد وقت نتفرغ فيه لتلاوتها ويتسع هذا الوقت تدريجياً. ويمكنك أن تستخدم أي وسيلة لتذكيرك بالصلاة، مثلا أن تضع أمامك على مكتبك ورقة مكتوب عليها صلاة يسوع، أو تحمل في جيبك كرتا مكتوبا عليه هذه الصلاة، أو أن تسجلها على موبايلك لتنبيهك كل فترة من الوقت. الرهبان اليونان يلفون مسبحة على أيديهم باستمرار لتذكيرهم بالصلاة. صلاة يسوع نسد بها كل الفراغات طوال اليوم، طالما لا يكون الذهن منشغلا في أمر هام فليردد هذه الصلاة هكذا، حتى يجد الإنسان نفسه يكرر هذه الصلاة باستمرار. الاكترار: أحيانا
يسمي الأباء هذه العملية الاجترار، أي أننا في كل مرة نسترجع هذه الصلاة في عقولنا نتعمق فيها أكثر ونتأمل فيها حتى تشغلنا تماما. هذه الصلاة بحر من التأملات لا ينضب، وينبوع من التعزيات الإلهية لا يكف أبدا، لكنها تحتاج في البداية إلى أمرين هامين جدا: الجدية والاستمرارية. وينصح الآباء بقولهم: كلما خطرت هذه الصلاة ببالك ابتدئ بتلاوتها فورا. كما يؤكد الآباء على استخدام اسم يسوع المسيح الذي به نحيا ونتحرك ونوجد، هذا الاسم المرعب للشياطين. وهدف هذه الصلاة هو الوجود الدائم في حضرة الله والشعور الدائم بأن الله معنا، وهذا الشعور يقوينا في وقت الضعف ويشجعنا في وقت الخوف ويعزينا في وقت الحزن والضيقات، ويقيمنا عند السكوت ويملأنا بالفرح والسلام وحياة التسليم الكامل لله. هذا هو الهدف من كل الجهادات الروحية: الوجود الدائم في حضرة الله. وهذه هي متعة السماء وإكليل النصرة ومجد الأبدية. إحلال الفكر: هذه الصلاة الدائمة نلجأ إليها بالأخص عند حروب الفكر، لننقل الفكر من الخطية إلى الصراخ إلى الله: ارحمني. وهذه النظرية يسميها الآباء إحلال الفكر إلى أن تصير عادة. ففي اللحظة التي يبدأ فيها الفكر في الشرود في الخطية، نجد هذه الصلاة تقتحم أفكارنا وتحتل الفكر لكي ما لا يستغرق في الخطية. الآباء القديسون كانوا ينامون وهذه الصلاة على أفواههم، ويستيقظون وهذه الصلاة على أفواههم. تستطيع أن تكررها وأنت في الطريق، في العمل، في المنزل. كرر باستمرار في فكرك: يا ربي يسوع المسيح ابن الله، ارحمني أنا الخاطئ. قلها بعمق وتركيز وبروح الصلاة من عمق قلبك، وإذا مل الفكر من تكرارها تستطيع أن تغير في النصف الأخير من الصلاة حسب احتياجك لتستعيد تركيزك. مثلا: يا ربي يسوع المسيح ابن الله، انقذني من هذه التجربة، ساعدني في هذه المهمة، اشفي فلان، عزي فلان، اغفر لي خطيتي، لا تتخلى عني، إلى آخره. كان الراهب سلوان الآسوسي يسهر طوال الليل يصلي صلاة يسوع ويطلب من أجل كل عامل في الدير باسمه وبحسب احتياجه. وعندما سئل: هل الصلاة من أجل الآخرين صعبة؟ أجاب: إنها سفك دم. صلي بحرية حسب احتياجك أو احتياج الآخرين. هذا الالتزام بالعدد أو بالوقت يكون في البداية حتى تعتاد الصلاة، ثم بعد ذلك استخدمها بحرية ولا تخف. وإذا لم تكن هناك طلبة معينة، ارجع إلى الصلاة المعتادة،
يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطئ، وكررها باستمرار على قدر استطاعتك. هذه الصلاة سوف تغنيك عن أمور كثيرة. ربما كنت تعتقد في وقت من الأوقات أنها أمور لا غنى عنها. تذوق حلاوة هذه الصلاة القصيرة، هي سلاح بطار ضد العدو، فالشيطان لا يحتمل أبدا اسم يسوع المسيح. يقول القديس يوحنا الدرجي: اجلد الشيطان باسم يسوع المسيح. الهزيز. عندما يعتاد الذهن تكرار الصلاة، تستطيع أن تقدم له آية أخرى أعجبتك، وسوف تجده يكررها أيضا باستمرار وربما لفترات طويلة، فلقد اعتاد على هذا التكرار. وهذا ما يسميه الآباء الهزيز، أي تكرار آية معينة لفترات طويلة، ومع كل مرة تتلوها تتكشف أعماقا جديدة أو تأملات جديدة أو معاني جديدة. الراهب تدرس الأنبابولة الحبيس بدير البراموس ظل يكرر آية: هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ أكثر من 3 ساعات متواصلة وهو يتأمل فيها. وراهب آخر ظل 3 أيام كاملة يردد آية واحدة بعمق وتلذذ. ولقد اعتاد الرهبان على استخدام المسبحة لترديد صلاة يسوع عليها، وهذا ما نراه في الأيقونات الأثرية لقديس الرهبنة الأوائل أو في الفريسكات الأثرية بالأديرة. هكذا عاش القديسون يتنقلون في تأملاتهم بين آيات الكتاب المقدس حسب ما يعطيهم الروح القدس، وبذلك تفادوا الملل والروتينية. الذهن البشري يحتاج إلى تجديد. نرجع ونقول: إذا لم تجد مادة للتأمل، عد إلى صلاتك الأساسية: يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطئ، وكررها باستمرار. لكن لا تحصر ذهنك فيها وحدها لئلا تضيع منك فرصة التأمل والهزيز في آيات أخرى. الطفل في البداية نلزمه بقوانين صارمة، وما تعتاد عليها نسمح له بحرية استخدام هذه القوانين. هكذا صلاة يسوع. الكنيسة الملهمة بالروح القدس تعلمنا هذه الصلوات القصيرة المتكررة في تسابيحها، فالإبصاليات بالأخص كلها فقرات قصيرة مكررة يغلب فيها تكرار اسم المسيح، وتعلمنا الكنيسة أن نصرخ بعد كل طلبة في القداس: يا رب ارحم. وفي كل صلاة من صلوات الأجبية نكرر كيرياليسون 41 مرة. لقد مارس أباؤنا القديسون هذه الصلاة بحرية وفرح، وأوصونا بممارستها باستمرار حتى وصلوا إلى حياة الصلاة الدائمة. تطبيقا للآية: صلوا بلا انقطاع وأما أنا فصلى. يقول قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب سنوات مع أسئلة الناس:
إجابة على سؤال كيف أصلي؟ إذا لم تعرف أن تصلي بأنواع الصلوات المختلفة، أمامك الصلوات القصيرة المتكررة، عبارة معينة تستريح لها مثل عبارة يا رب يسوع المسيح ارحمنا. كرر هذه العبارة من أعماقك مرات عديدة حتى تشبع نفسك وتخرج ممتزجة بكل عواطفك، وثق أنها أمام الله مثل آية صلاة طويلة متكاملة المعاني. في كتاب مناظرات يوحنا كاسيان مع أباء البرية، وهو من أروع كتب الرهبانية، نجد فصلا كاملا عن الصلاة الدائمة، وهو عبارة عن مناظرة مع الأب إسحاق تلميذ القديس أنطونيوس، ويصرح أبا إسحاق قائلا: وقد سلمت إلينا هذه الطريقة بواسطة قليلين تسلموها عن أباء شيوخ حاذقين، وهي أنه لكي تحتفظ بتذكر الله الدائم تضع أمام عينك هذه الصلاة الورعة: يا الله التفت إلى معونتي، يا رب أسرع وأعني. ثم يقول: هذه الآية تحمل كل المشاعر التي يمكن أن توجد في الطبيعة البشرية وتتفق مع كل الظروف والأخطار التي تحل بنا. ليكن فكر هذه الآية يشغل قلوبنا بلا انقطاع، أيا كان العمل الذي بين أيدينا أو في أي موضع نسير إليه، لا نكف عن التغني بها. فكر فيها وأنت على سريرك لتنام، وفي أثناء الأكل، وفي كل الأعمال الضرورية. ليكن هذا الفكر في قلبك لينقذك ويحفظك من أذية هجمات الشياطين، بل ويقيمك من كل الأخطاء ويقودك إلى التأمل السماوي غير المنظور، ويحملك إلى حرارة الصلاة القوية التي لا يختبرها إلا القليلون. ليت النوم يأتيك وأنت مشغول بها، فتنطبع في قلبك من كثرة استخدامها، حتى إنه من كثرة تكرارها ترددها حتى أثناء نعاسك وعندما تستيقظ، لتكن هي أول ما تفكر فيه فتسبق جميع أفكارك. وعندما تقوم من سريرك تدعوك للركوع وتشع في عملك وترافقك طوال اليوم. المناظرة طويلة ورائعة، يا ليتنا نطالعها في هذا الكتاب الهام. وهكذا ينام الإنسان وهذه الآية على شفتيه، فتصير مثل الخميرة التي تخمر العجين كله أثناء نومه، فيستيقظ ويجدها على شفتيه، يقدمها كبكور يومه الجديد. ومن تعاليم القديس مقريوس المصري الكبير عن هذه الصلاة، أخبر أبا بيمن قائلا: كنت جالسا ذات مرة مع الإخوة بجوار أبا مقريوس، وقلت له: يا أبي، ما هو العمل الذي إذا قام به الإنسان يقتني الحياة؟ فأجابني الشيخ: لما كنت في حداثتي في بيت أبي، كنت ألاحظ أن النساء يضعن في أفواههن شيئا مثل اللبان يمضغنه حتى يحلي ريقهن، فإذا كان هذا الشيء المادي
يعطي حلاوة للذين يمضغونه، فكم بالحري طعام الفرح ونبع الخلاص وينبوع مياه الحياة وحلاوة كل حلاوة ربنا يسوع المسيح. فهذا الاسم المبارك إذا ما نطقناه بمداومة واقترناه فهو يعلن لنا الروح القدس الذي يقود النفس والجسد ويطرد عنا كل فكر رديء ويعلن لنا الأمور السماوية. وفي مرة أخرى سأله أحد الإخوة: ما هو أكثر عمل يرضي الله من كل الأعمال الروحية؟ فأجابه أبا مقار قائلا: طوبى لمن يوجد ملازما للاسم المبارك الذي لربنا يسوع المسيح من قلب خاشع وبلا فتور، فإنه بكل تأكيد ليس عملا مستحبا مثل هذا الغذاء الروحاني، إذ ما أنت اقتررته في كل حين. يا ليت ربنا يسوع المسيح يعطينا نعمة في اسمه الدسم الحل. وسأل بعض الرهبان ذات مرة أبا مقاريوس هذا السؤال: كيف يجب أن نصلي؟ فأجاب الشيخ: ليس من الضروري أن نتلفظ بكلمات كثيرة، لكن قولوا وأيديكم مبسوطة: ارحمني يا رب حسب مشيئتك وعلمك. فإذا اشتد ضغط العدو عليكم قولوا: يا رب أعني. القديس هنا لا يقلل من شأن الصلوات الطويلة، إنما يلفت النظر إلى أهمية استخدام صلاة يسوع أثناء الحروب الروحية لسهولتها وقوتها، حتى سموها الصلاة السهمية. سأل أخ أبا مقاريوس قائلا: علمني معنى هذه الكلمة، هزيز قلبي أمامك. فأجابه الشيخ: ليس هزيز أحلى من الاسم المخلص والمبارك الذي لربنا يسوع المسيح حينما يحل فيك بلا انقطاع، فإنه مكتوب هكذا: مثل السوسن أصرخ وكاليمامة ألهب. وهكذا يفعل الإنسان التقي الذي يثبت في الدعاء بالاسم المخلص الذي لربنا يسوع المسيح. قال أبا بيمن: إذا داهمتك الشهوة ابدأ بذكر الله واستمر في ذلك وهي تخمد من ذاتها. الجانب الإيجابي: طلب معونة الله بلجاجة. والجانب السلبي: الهروب من فكر الخطية وإحلال الفكر بفكر مقدس. ولقد عثر ضمن الحفريات في منطقة القلالي على قطعة كاملة من صلاة يا ربي يسوع منقوشة على الحوائط باللغة القبطية. وضمن الكتابات الأخرى القديمة التي عثر عليها هذه العبارات: يسوع المسيح هو اسم الخلاص، يا ربي يسوع أعني، يا ربي يسوع المسيح مخلصنا الصالح أعطي نياحا لروح جرجي، يا ربي يسوع المسيح أعني أنا المسكين مين القس آمين، يا ربي يسوع مخلصي اصنع رحمة مع عبدك جرجي. وهذه الكتابات يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 457 ميلاديا وحتى القرن الثامن. ولقد وبخ قديسان ماكسيموس ودوماديوس تلميذهما بيشويا القسطنطيني مرة
وقال له: لقد قلنا لك عدة مرات يا أخ بشوي أنك إذا كنت جالسا معنا أو في قلايتك أن تذكر اسم الخلاص الذي لسيدنا يسوع المسيح بلا انقطاع، وأن تتمسك به من كل قلبك، لأنه بالحقيقة إذا أهملنا هذا الاسم سوف نموت في خطايانا. جاء في سيرة القديس أنطونيوس التي كتبها القديس أثناسيوس الرسول أن أنطونيوس كان مثابرا على الصلاة كل حين، عالما أن المرء ينبغي أن يصلي في السر بلا انقطاع، وأن القديس كان يصرع الشياطين بهذه الصلوات المستمرة. ويقول القديس بخوميوس أب الشركة: لا تخل قلبك من ذكر الله أبدا، لئلا تغفل قليلا فيقوى عليك أعداؤك المترصدون لاصطيادك. ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم: على الإنسان أن يردد على الدوام: صلاة يا ربي يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطئ، سواء أثناء عمله أو سيره أو أكله أو راحته، حتى يتغلغل اسم ربنا يسوع المسيح في أعماق القلب ويحطم كبرياء الحية القديمة الرابضة في الداخل لإنعاش الروح. لذلك داوم بلا انقطاع على ترديد اسم الرب يسوع حتى يحتضن قلبك فيصير الاثنين واحدا. الأنين. يقول القديس ثيوناس إن القديسين عندما يشعرون بثقل الأفكار الأرضية فإنهم يئنون إلى الله باستمرار ويلتمسون رحمة الله بغير انقطاع. هنا تصير صلاة يسوع كمن يتنهد من وجع شديد فتخرج بحرقة من عمق القلب. الصبغة. قال قديس يوحنا الأسيوطي: النفس التي التهبت بحب الله لا يمكن لربوات ألوف أن تردها عن التسبيح الدائم لله، مثل الثوب المصبوغ جيدا لا يمكن لأمواج البحر أن تفصل بينه وبين صباغته. هكذا يصير الفكر مصطبغا بصلاة يسوع، فلا تستطيع الأفكار الشريرة أن تفصله عن هذه الصلاة. يقول القديس إشعياء الإسقيطي: ينبغي أن يكون ذكر المسيح في فمك باستمرار في حال ذهابك ومجيئك وعملك ونومك وشرابك وفي كل لحظات حياتك. ويقول أنبا إشعياء أيضا: صلي بلا فتور قائلا: يا ربي يسوع المسيح ارحمني، يا ربي يسوع المسيح خلصني واعتقني من أوجاع الخطية، يا يسوع ربي أعني، أنا أباركك يا سيدي وربي يسوع المسيح. هكذا قل في جميع الأوقات، إن كنت تأكل أو تشرب أو تمشي أو تعمل، ليكن لك هذا الذكر المقدس دائما داخلك بشوق لا يفتر. ويقول إشعياء الإسقيطي: في ذهابك إلى الكنيسة لا تكف عن الصلاة: يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح ارحمني، أنا أسبحك يا رب يسوع المسيح. قال قديس الأنبا موسى الأسود: داوم الصلاة في كل حين ليستنير قلبك بالرب،
لأن مداومة الصلاة صيانة من السبي، ومن يتوانى عنها قليلا فقد سبته الخطية. ويقول أنبا شيشوي: إن لي 30 سنة أداوم على الصلاة قائلا: يا رب يسوع المسيح استرني، فإني إلى هذا الوقت أخطئ وأزل. الجوهرة الثمينة. يقول أحد القديسين: داوم على ذكر الاسم القدوس، اسم ربنا يسوع المسيح، فهذا هو الجوهرة الثمينة التي من أجلها باع التاجر الحكيم كل أهواء قلبه واشتراها، فوجدها أحلى من العسل والشهد في فمه. اترك أهواء قلبك، الغضب، الشهوة، الإدانة، الكبرياء، الحقد، الهموم، الكلام الباطل، وانشغل بصلاة يسوع بتلذذ وعمق. قال قديس نيلوس السينائي: أثناء الحروب مارس الصلاة الدائمة القصيرة والمركزة ولا تكف عنها. الاستغراق. يقول الشيخ الروحاني يوحنا سابا: الصلاة الدائمة هي الاستغراق الكامل في الله. كان أحد الرهبان متى وقف ليصلي قبل الأكل ينسى الأكل ويستغرق في الصلاة، وكان القديس الأنبا أرسينيوس يسهر طوال الليل في الصلاة دون أن يشعر بمرور الوقت. كان القديس يوحنا القصير مستغرقا تماما في صلاة يسوع، حتى أن الجمال، أي قائد الجمال المسؤول عن بيع الكفف للرهبان، عندما طلب من القديس الكفف نسي القديس هذا الأمر أكثر من مرة، وفي آخر مرة دخل قلايته وهو يردد: الكفف للجمال، الكفف للجمال، على وزن صلاة يسوع. ذلك أن ذهن القديس تعود على تكرار ما يدخله من آيات، ومرة أخرى قال للجمال: ادخل وخذ ما تريد، فأنا لست متفرغا لك في هذه الساعة. وهناك من الآباء الكهنة المعاصرين من يردد صلاة يسوع قبل اجتماعات الصلاة والاجتماعات الروحية أو في ليلة رأس السنة، وذلك مع الشعب كله لفترات طويلة. يا ليتنا نعلمها لأولادنا الصغار في البيت ونستخدمها معهم وندربهم عليها. وكم من الجنود أنقذتهم هذه الصلاة أثناء الحروب. أقوال لا حصر لها تعكس لنا خبرة الآباء القديسين الذين عاشوا تحت قيادة الروح القدس، عاشوا ببساطة وداوموا على الصلاة وتمتعوا بالوجود الدائم في حضرة الله، وتنطبق عليهم هذه الطوبة: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. نعم، استغنوا باسم يسوع المسيح ولم يحتاجوا إلى شيء بجواره. كان هذا الاسم حلوا في أفواههم وعقولهم وقلوبهم، كانوا يتغنون به، ومنهم من يقول: يا يسوعي، أو يا حبيبي يا يسوع. هي علاقة حب، والله من جانبه فتح أمامهم كنوزه وأشرق على أذهانهم بنوره العجيب. بهذه الصلاة الدائمة نالوا نعمة الاستنارة، ففهموا أسرار الكتاب المقدس وطبقوا وصاياه في حياتهم،
وصارت هذه الصلاة هي النسيم الذي يتنسموه، والمجال الروحي الذي يتحركون فيه. شغلتهم هذه الصلاة عن طياشة الفكر وعن التفاهات وعن الانشغال بالأمور الباطلة، وجعلتهم يحبون الصمت وسط الناس أثناء تلاوتها، مثل القديس الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك. أنستهم الإهانات الموجهة إليهم، وخففت عنهم ضنك الحياة وشظفها، وأدخلت الفرح والسلام إلى قلوبهم رغم كل الحروب. نعم، اكتفوا بها ولم يحتاجوا معها إلى شيء. أدخلتهم هذه الصلاة إلى حضرة الملك، وهناك ارتاحوا وهدأوا. ماذا يعوزهم بعد كل ذلك؟ السيد المسيح يعتب علينا: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ماذا يوجد أحلى من اسم يسوع المسيح؟ وأي اسم أقوى من هذا الاسم؟ تغنى به يا حبيبي، وردده ببطء وتأمل. ماذا يعوزك وأنت ابن ملك الملوك؟ لماذا تحرم نفسك من ميراث أبيك السماوي؟ ماذا يشغلك عنه؟ ماذا تنتفع لو ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟ أي شيء أهم من أبديتك؟ هو ذا السلم الذي يوصلك إلى الأبدية بسرعة وبسهولة. ردد اسم يسوع المسيح باستمرار، وتذوق ماذا يقدمه لك هذا الاسم، وتمتع بما يكشفه أمامك من أسرار. طوباك إن فعلت هذا، ثم طوباك. لكن تذكر الجدية، الاستمرارية، التغصب. راجع نفسك في هذا الأمر قبل النوم ليلا. راجع نفسك، هل داومت على ذكر اسم يسوع المسيح الحلو طوال اليوم؟ وإذا اكتشفت تقصيرك، اسهر قليلا وردد هذه الصلاة: يا رب يسوع المسيح ابن الله، ارحمني أنا الخاطئ. رددها كثيرا وبعمق بروح الصلاة، واجعلها مجالا للتوبة، وأنت تقول: أنا الخاطئ. افتكر خطاياك واعترف بها أمام الله، واطلب رحمته ومغفرته. تعود يا حبيبي على هذه الجلسة الليلية في الهدوء وفي خلوة مع يسوع. راجع أمورك وتحدث معه، واطلب طلباتك واشكره وتمتع به. عبر له عن محبتك وشكرك واتكالك عليه، وأنت تقول كلمة ربي اشعر أنه لك وأنت له. اشعر بهذه الخصوصية. يقول في إشعياء: دعوتك باسمك أنت لي، اصرت عزيزا في عيني مكرما، وأنا قد أحببتك. قل: أنا لحبيبي وحبيبي لي. يسوعك يشتاق إليك ويدعوك للجلوس معه، فهل ترفض أو تؤجل أو تتباطأ أو تلتمس الأعذار؟ يا للخسارة. اعلم أن الشيطان سوف يعاكسك بكل الطرق،
إما لكي تؤجل صلاة يسوع أو تنساها أو يشغلك عنها، فهو يخاف هذه الصلاة جدا ويعرف قوتها. ابدأ من الآن والرب سوف يقويك، هو سوف يعينك ويسندك، لأنه مشتاق إليك بل ومتلهف للجلوس معك. يسوعك لديه الكثير جدا ليقوله لك، ولديه الكثير جدا ليكشفه لك، فقط اعطيه الفرصة وتفرغ له قليلا. لقد هزم داود جلياط الجبار باسم رب الجنود. خذ هذا الاسم عونا لك وطوق ونجاة وحصنا وسلاحا ضد الأعداء. احتمي فيه، استبغ به حتى تتحد به فيصير عندك أهم من كل شيء. كرر باستمرار: يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطئ. أو كرر الآية التي تعجبك، فقط لا تترك ذهنك فارغا لأن العقل الفارغ معمل للشيطان. والرب معك.